السلام عليكم. الدرس التاسع من دورة البايثون. هنتناول بدرس اليوم الكلاسز، صفوف. أول شيء البايثون مثل أي لغة برمجة، بتوفر نمط البرمجة كان التوجه الكلاسات. يعني هلأ بكل صف عنا نحن بيتكون من attributes اللي هي المتغيرات تبعات الصف، وتوابع methods. طبعا هون التوابع هي عبارة عن methods، مثل ما حكينا المرة الماضية بدروس الماضية انه الميثودز هو اذا بدنا نستدعيه بنحط اسم الغرض او اسم المتغير دوت بعدين اسم التابع. طبعا التوابع اللي عنا كلها حتكون من هذا النمط. هلا اول شغلة كيف نمط الدرس اليوم حيكون مثال متكامل ونشرح عليه بقى الدرس تبعنا. هلا هذا المثال حناخده هو صف بيحتوي على يعني بينشئ لي غرض من نوع نقطة، نقطة إحداثية فيها إكس وفيها واي. هلا حنساوي بهذا الصف توابع الجمع والطباعة والمقارنة. أول شغلة كيفية بناء تابع كيفية بناء كلاس بالبايثون. أول شي مكتب كلاس، بعدين اسم الكلاس، نقطتين، بعدين التوابع اللي عنا. طبعا هون مو مثل ما حكينا انه بالبايثون ما بنعرف المتغيرات قبل ما نستخدمها، لهيك ما بنكتب نحن تعريف للاتريبيوتس للصف تبعنا، لا فورا بنستخدمها بقلب التوابع. هلا حناخد التوابع الخاصة بالصفوف، يعني انه شو هي كيف اشكال التوابع حتكون بالكلاسات بشكل عام. في عندي شكل لازم التزم فيه هلا وقت الشرح بنفهم اكتر. مثلا عندي توابع البانية بالبايثون تنكتب على الشكل التالي: ديف، بعدين دبل اندرسكور، بعدين كلمة init من initialize، بعدين دبل اندرسكور. هلا بنفتح بعدين قوسين. هلا بالتوابع نحن عندنا حسب الكلاس اللي عندي اياه انه بيتطلب شيء اعطيه قيم للغرض عندي او لا. هلا هون بتطلب، ليش؟ انا بدي اعطي قيمه ابتدائيه للبوينت اللي عندي اللي بدي اعرفها، فبكتب كلمه سيلف. طبعا خلينا نشرح شيء سيلف، بعدين اكس، بعدين واي، يعني قيمه الاحداثيات الاكس وقيمه الاحداثيات الواي. هلا شو بساوي؟ بقول له سيلف دوت اكس، يعني الغرض اللي بعته انا. هاد بيشبه يعني استعمال السيلفون بتشبه المؤشر ديس بالسي بلس بلس. سيلف دوت اكس تساوي اكس، والسيلف دوت واي تساوي الواي. هلا عندي هون السيلف مو هي كلمة محجوزة، يعني فيني احط انا اي شيء بدال السيلف، اي اسم بدي اياه بدال السيلف. بس شو شلون بيفهم البايثون؟ بيفهمها انه اول تابع، اول متغير عندي اياه، يعني اول بارامتر حطيته انا هو بيكون الغرض تبعي. هلا كيف الاستدعاء بيكون؟ حطيت اسم الغرض بي يساوي بوينت 2 3، اعطيت قيمه للاكس 2، اعطيت قيمه للواي 3، فبيروح بيسند لي للغرض اللي عندي. اكساته بيكون 2 وواياته بتكون 3. هذا الشكل لازم التزم فيه بكل شيء توابع انيشالايز، هيك بيكون شكله. هلا توابع الطباعة، هلا في عندي بالبايثون انا اشكال جاهزة للتوابع. كيف يعني اشكال جاهزة؟ يعني انا بدل ما استدعي تابع بروح بكتب فورا برينت واسم الغرض، بدل ما استدعي مثلا احط تابع برينت وخصوصي للكلاس عندي، لا بستخدم تعليمة البرينت نفسها اللي بستخدمها بالعادة، يعني برينت اي شيء كومنت كذا، فهون بستخدمها نفسها برينت بي. هذا الشيء بذكرني كمان الخاصية موجودة نفسها بالسي بلس بلس، اذا كنتوا تتذكروا كنا نحط رمز العملية وشو هو اللي حيتنفذ لما نكتب هاي العملية، شو هو التابع حيتنفذ نكتب العملية. فعندي تابع الطباعة بياخد الشكل str double underscore str double underscore. طبعا بدي ابعت له المتغير تبعي، الغرض تبعي اللي هو السيلف. هلا تعليمة الطباعة كيف حتكون؟ ما بقول له برينت، لا بريتير، وبحط تعليمة الطباعة تبعي. هلا شو هون تعليمة الطباعة؟ شو يعني هاي؟ هاي تعليمة موجودة بالجافا إذا بتتذكروا. بحط أنا الأقواس أو أي شيء بدي أطبعه، ووقت بدي أطبع متغير بقلب هدول مجموعة الشغلات اللي بدي أطبعها بحط
إشارة بالمية بكتب دي. دي شو يعني؟ يعني إنه المتغير اللي بده ينطبع هون هو أول متغير حط لك إياه بعد الأقواس هدول، بقلب الأقواس هدول، والدي هو حيكون رقم. هلا إذا بدي أطبع أنا سترينج بحط إس، تمام؟ حنشرحها هلا أكتر شوي. عندي يعني شو معناتها هاي التعليمة هنا؟ معناتها التعليمة إنه طبع لي قوس، بعد هالقوس حيجي عندي متغير من نوع عدد، بعدين اطبع لي فاصلة، بعدين متغير من نوع عدد، بعدين قوس. هلا بعد تعليمة الإظهار هي اللي بدي إياها أنا تطلع على هذا الشكل، بحط إشارة بالمية، بعدين بحط قوسين، وبحط المتغيرات اللي بدي إياهم تطلع بدال الدي. هون بدي تطلع بدال الدي هون سيلف دوت إكس، وبدال الدي الثانية سيلف دوت واي. معناتها كيف هلا تعليمة الإظهار حتكون عندي هون؟ هي عبارة عن قوس، قوسين عفوا، وبيناتهم عددين بيفصل بيناتهم فاصلة، قوسين وعددين وبيناتهم في فاصلة. هدول العددين، العدد الأول هو سيلف دوت اكس والعدد الثاني هو سيلف دوت واي. إذا بتستخدم هي، طبعا هي العملية، هي عملية طباعة فيني استخدمها وين ما كان، مو شرط بالكلاسز بس. هي التعليمة تبع حط إنه اللي بدهم ينطبعوا، بعدين أرقام، بعدين شو هن الأرقام اللي بدي أطبعها. هلا بدال الدي فيني احط اس سترينج يعني، فبحط هون بداله بدال تعليم بدال اعداد بحط سلاسل محرفيه. هلا مثل ما حكينا، كيف بدي استدعي هذا التابع اللي ساويته، تابع الاس تي ار، هو بتعليمه البرنت نفسه اللي بيطبع اللي بيستخدمها بالعاده بالبايثون. فبكتب برنت بي وبيطبع لي اياها على هذا الشكل مثل ما حكينا نحن. طبعا الامر بسيط كتير. عفوا، حكينا عن توابع الطباعة. هلا توابع الجمع الافتراضية، هلا مثل ما حكينا أنا هدول الأشكال هن أشكال جاهزة بالبايثون، مشان استخدم أنا الشكل الرسمي للعملية. يعني العملية الزائد بدل ما أحط أنا اسم تابع، لا بكتب بس زائد على الحل. فمشان أعمل هالعمليات لازم أكتب هذا الشكل. هلا شو هو توابع الجمع الافتراضي؟ الجمع الافتراضي لازم يكون غرض، مثل عندي بهي بي واحد تساوي غرض زائد يكون بعد منها، يعني ممكن يكون في عندي تبل او ممكن يكون عندي غرض. فلازم يكون عندي، اذا بدي احط تبل وغرض، لازم يكون الغرض اول بعدين التبل. ما بصير احط التبل بعدين الغرض باستخدام هذا التابع. فلنشرحه شوي. اول شيء ديف اد سيلف واذر، مثل ما حكينا تعليمة هي الاد اسم تابع اد، مشان لما اكتب زائد يقوم يفهمها انه هي جمع. شوف هذا الشرط if is instance other و point. شو يعني هذا الكلام؟ يعني اذا كانت الاذر، متغير الاذر اللي بعدت له اياه من نوع point، يعني من نوع هذا الصف، شو معناته هذا الحكي؟ معناته انا عم اجمع غرضين مع بعضهم، مثل هي التعليمة p2 تساوي p زائد p1. فخلي لي بدي انشئ غرض جديد انا مشان احط فيه النتيجة. فصارت بي تساوي بوينت، الاكسات تبع هي البوينت الجديدة عندي هو جمع الاكستين تبعات الاذر تبعات السلف والاذر، والوايات تبعاتها هي جمع الوايتين السلف والاذر. والا شو يعني والا؟ يعني انا الاذر طلعت عندي مو نوع متغير من بوينت، فشو حتكون؟ حتكون تبل، لانه تبل هي بين قوسين حتكون، فنوعها تبل، فما كانت من بوينت. فشو بساوي انا؟ بانشئ بوينت جديد اسمه بي، اكساته هو سيلف دوت اكس زائد اذر صفر. معناتها الاذر هون شو انه؟ معناتها هي تبل. وكيف بدي اوصل للعنصر الاول بتبل؟ عن طريق الاقواس، وبحط دليل العنصر الاول. والوايات تبعاتي هي سيلف دوت واي زائد اذر واحد، يعني هيك جمعت الوايات للوايات. خلينا نشوف كيف الاستدعاء حيكون. مثل ما حكينا البي واحد مثلا حطيت انا، لانه شو صارت عملية الزائد شو عم ترجع عندي؟ عملية زائد صارت ترجع لي غرض جديد، فاسندت هذا الغرض اللي عم يترجع للبي واحد، فقلت له بدي بي واحد تساوي بي زائد واحد، بي زائد واحد اثنين. هلا شو عندي البي؟ انه نحن باللي قبله انه اثنين ثلاثة، فشو لازم تطلع النتيجة عندي؟ ثلاثة خمسة، يعني اثنين زائد واحد و3 زائد 2.
هلا البي 2 عندي اياه انه بي زائد بي 1 كمان جمع لي اياهم. معناته كتلخيص بسيط اللي حكيناه، عندي تعليمة هي الاد لما نحطها معناتها بعرف لي فانكشن لعملية الجمع الافتراضية. شو هي عملية الجمع الافتراضية؟ لازم يكون عندي العنصر الاول اللي على يسار عملية الجمع هاد بده يكون اجباري غلط، العنصر اللي بعد عملية الجمع ممكن يكون غلط وممكن يكون تبل. اذا كان غلط فساوي لي هي التعليمة، اما اذا كان تبل فساوي لي هي التعليمة. هلا عملية هلا تابع الجمع العكسي، شو هو تابع الجمع العكسي؟ مو هون ان اول شيء لازم يكون على يسار الاشارة غلط وعلى يمينه ممكن يكون غلط ممكن يكون لا. هلا بدي انا يكون اقدر اول شيء حط تبل، يعني تبل مثل هون تبل زائد متغير من نوع بوينت، غلط من نوع بوينت. هلا لو ما عرفت انا هذا التابع هلا بدي احكي عليه بيكون ما فيني اساوي هالعملية. فكتبنا هذا التابع لنقدر نعكس بين المتغيرات هدول، شايفين؟ يعني بدي احط انا التبل بعدين الغرض لانه المستخدم ما بيعرف انه هي بهي التفاصيل، فانا بدي اخليه انه لو شو ما دخل يطلع لي نتيجة. فعندي التابع هو ار اد، يعني رايت سايد اد، يعني بيكون فيني احط الغرض عندي بالرايت سايد. هلا شو اخذ هون؟ سيلف واذر. هلا هذا التابع بيفهم شو انه اذا عكست انا بين المتغيرات ياخذهم بالشكل الصح. هو يعني انا لو هذا التابع تابع عادي فلازم احط له اثر بعدين سيلف. ليش؟ لانه عندي انا اول واحد عم يكون تبل ما عم يكون غلط، يعني اول واحد عم يكون اثر ما عم يكون سيلف. بس تابع الار اد بيفهمها انه لما يكون هيك عكست اياهم لحالهم، فاخذ السيلف واخذ الاثر. هلا ريتيرن بقال سيلف دوت اد واذر، شو سوى بهي العملية؟ راح خلى انه السيلف هو يستدعي عملية الاد هاي وبعت لي الاثر كعنصر كالوسيط الثاني حتى يقدر ينفذ هاي العملية اللي ذكرناها. هلا نشوف هون شو بصير عندي. لو كنا مو معرفين هاد التابع كتبت بي 1 تساوي 1.2 زائد بي، ما كان طلع لي نتيجة، كان طلع لي ايرور. بس طالما انا عرفت هي فشو سوا، لما عرفت الار اد عملية الجمع العكسية حطيت انا التبل بعدين غرض، بقوم بيفهمها لحالها الار اد انه حط لي الغرض بالاول بعدين التبل، يعني السيلف الاول بعدين الاذر، هاد سيلف وهاد اذر، فعكس لي اياهم خلى لي السيلف والاذر. وريتيرن سيلف دوت اد وبعت لي الاذر، شو يعني هالكلام؟ يعني البي هي دوت اد وبعت لي الاذر اللي هو 1.2 لهي لتابع الجمع الافتراضي. يعني هاد عكس بين المتغيرين عشان يقدر ينفذ الاد، يعني هاد هو عبارة عن وسيط ليوصل لهاد تابع، يعني الار اد هو عبارة عن وسيط لاقدر استخدم تابع الاد اذا كان عندي معكوسين مو الغرض بالاول. هلا اخر تابع لليوم هو تابع المقارنة. قبل ما اشرح تابع المقارنة لازم احكي شغلة. المقارنة بالسي بلس بلس يلي عفوا بالبايثون يلي هي الاشارات الاكبر والاصغر، على شو بتقوم؟ بتقوم لما نساوي انا متغيرين، يعني مثلا 2 و1، قول انه 2 اكبر من 1. هلا اذا كان اكبر حيرجع لي 1 قيمة 1، واذا كان اصغر حيرجع لي قيمة -1، واذا كانوا متساويين حيرجع لي قيمة 0. شو يعني هالكلام؟ يعني البايثون هو نفسه عمليات الاكبر والاصغر واليساوي ما بيرجع لي ترو او فولس، لا بيرجع لي اعداد. يعني لما يكون الرقمين اكبر، يعني لما يكون الاكس والاكس والواي مثلا عندي، او ما نشرح هون، خلينا اي وبي. اذا كان لما نحط عملية مقارنة بالبايثون شو ما كانت تكون بين اي وبي، هلا لما يكون الاي اكبر من البي فحيرجع لي 1، لما يكون ال A أصغر من ال B حيرجع لي -1، لما يكون ال A يساوي ال B حيرجع لي 1. بس البايثون بقال هي الواحد والناقص واحد والصفر كيف بيترجم لي اياها؟ بيترجم لي اياها حسب الإشارة اللي بحط له اياها. فلما نحط له إشارة الأكبر بيفحصهم، هو ال B أكبر من ال B 1، A أكبر فبرجع لي ترو، أكبر معناته رجع لي 1 فبيقوم برجع لي ترو. إذا كانت أصغر بيقوم برجع لي -1 معناتها فولس.
اذا كانت متساويين فبرجع لي صفر كمان فولس، لانه ما حققت هالاشاره. معناتها اشاره الاكبر بتنوب عن الواحد، اشاره الاصغر بتنوب عن الناقص واحد، اشاره اليساوي بتنوب عن الصفر. خلينا نعطي هيك مثال كتير صغير. عن هاي القصة، يعني مثلا عندي الـ A تساوي 1، الـ B تساوي 2. هلا في حال حطيت انا A اكبر من B، شو يعني A اكبر من B؟ يعني بدي يفحص لي هلا قيمة اللي عم ترجع، قيمة الـ هلا عملية المقارنة بين الـ A والـ B بغض النظر عن الإشارة اللي بيناتهم. الـ A والـ B لما مرقهم انا بعملية مقارنة حيرجع لي هون قيمة ناقص واحد. ناقص واحد يعني أصغر، يعني مو أكبر، فبشوفه هون حيطلع لي فولس. هعكس هلا، هقول إنه البي أكبر من الاي. هلا عكست أنا بيناتهم بقى، فبشوف مين الأكبر بيناتهم، عم بياخد العنصر الأول هو بغض النظر عن هاي الإشارة، فبشوف العنصر الأول هو البي أكبر من الاي، اي أكبر، فشو حيرجع واحد. هلا الواحد لازم يكون في عندي اشارة اكبر حتى يرجع لي ترو، فطلع لا في اشارة اكبر فحيرجع لي ترو. لو كانت اشارة اصغر، شو ان نحن الاكبر بيمثلها رقم واحد، فالقيمة المعادة هون لازم تكون واحد، بس هي بتمثل عن اشارة الاصغر يعني ناقص، فبيرجع لي لا فولس هون، مو البي اصغر من ايه. نفس القصة اذا كان في عندي سي تساوي 2، هلا عندي البي والسي، شو لازم يرجع لي هو قيمة اذا اعطيته البي والسي لتابع الكومبير؟ تابع الكومبير حيرجع لي صفر، والصفر هي تساوي اللي يساوي، يعني بتنوب عن اللي يساوي، فحيرجع ترو. عفوا عفوا عفوا، انا هون حطيت قيمة الاسناد، ما حطيت اشارة المقارنة يساوي يساوي، فحط لي ترو. عرفتوا كيف؟ يعني أنا عندي بتابع الكومبير، هيك البايثون بيشتغل توابع الكومبير تبعه، بغض النظر عن الإشارة اللي بعتها أنا، بياخد رقمين أو عددين أو متغيرين يلي هن، بشوف مين مثلا A هو أصغر من B، فأنت برجع ترو لما يكون الـ A أصغر من الـ B، فبرجع لي ناقص واحد، والناقص واحد تنوب عن إشارة الأصغر، فيبقى بيطبع لي ترو. عرفتوا كيف؟ هي كتير مهمة لآلية عمل الكومبير كيف عم تشتغل معي. خلينا نشرح هلا التابع هون عندي. هلا طبعا أول شغلة قبل ما نبلش بالشرحات، ما في عندي معنى إنه إني قارن بين نقطتين، ما لها معنى رياضيا، ما لها معنى، بس أنا مشان أقدر أحط هذا المثال حقارن مثل ما بقارن التبلز. كيف يعني؟ يعني إذا كان إكسات الأول أكبر من إكسات الثاني، فحيرجع قيمة، يعني حيكون يعني إذا كان في عندي أنا نقطتين، إذا كانت إكسات الأولى أكبر من إكسات الثانية فالأولى هي الأكبر، إذا كانت الأولى أصغر من الثانية فالثانية هي الأكبر، إذا كان الإكسات متساويين فبيطلع على الواي. يعني شلون عملية مقارنة عم تتم عندي؟ بيطلع أول شيء على الإكس، إذا كانوا متساويين فبيطلع على الواي. فحنشوف كيف حنترجم هالكلام. طبعا هي ما لها معنى رياضي، بس انا حطيت هذا المثال مو يعني مشان نبرهن، يعني حتى نستخدم تابع الكومبير مو اكثر، حتى اشرح تابع الكومبير. فقلت له انا if self dot x اكبر من الاذر دوت اكس، فرجع لي واحد، مثل ما انه بياخذ اول غرض وبياخذ الثاني، بيقارن لي بيناتهم، اذا الاول اكبر من الثاني فبيرجع لي واحد. هلا بشوف الاكسات، بيرجع اذا الاكسات الاول اصغر من اكسات الثاني فبرجع لي ناقص واحد. هلا اذا لا الاكس الاكس للاولى اكبر من الثانيه، ولا الاكس للثانيه اكبر من الاولى، شو معناتها؟ معناتها انه معناتها هدول الاثنين الاكسات متساويين، فطلع لي على الواي، فبشوف الواي هو إذا الواي الأولى أكبر من الواي الثانية فريترن واحد، إذا الواي الثاني الواي الأولى أصغر من الواي الثانية فرجع لي ناقص واحد، وإلا معناتها اثنين متساويين فحيرجع لي صفر. شايفين كيف؟ مثل ما شرحت على مبدأ الأرقام، أنا بياخد معناتها البايثون بياخد أول متغير
وبعمليات مقارنة، بياخذ اول متغير وبياخذ ثاني متغير، بقارن بيناتهم. اذا كان الاول اكبر من الثاني بيرجع لي قيمة واحد، اذا كان الثاني اكبر من الاول بيرجع لي ناقص واحد، اذا كانوا متساويين بيرجع لي صفر. وحسب بعدين الإشارة، أنا المقارنة اللي بعت له إياها بيطلع لي قيمة ترو أو فولز. يعني إذا كان أنا حاطط إشارة أكبر وكانت النتيجة واحد فبيطلع لي ترو، إذا حاطط إشارة أصغر وكانت نتيجة ناقص واحد بيطلع لي ترو، إذا حاطط إشارة يساوي يساوي وطلعت القيمة المعادلة صفر فبيروح يطبع لي ترو، فيما عدا ذلك بيطبع لي فولز. خلينا نحكي هالكلام كلياته، خلينا نطبق المثال اللي حكيناه. عفوا. هلا هذا الشرح اللي شرحناه كله هو محصلته. اذا بتلاحظوا شفتوا شلون انا غيرت السيلف، ما حطيت رمز تاني، حطيت اس عادي. يعني السيلف هي مو كلمة محجوزة. هلا حنطبق هذا البرنامج ونشوف الخرج. شوفوا عندي اول شيء انشأت بوينت 3 4، قلت له تمام. في شغله نسيت اشرح لكم اياها، انه تابع البرنت بي. انا سويت تابع، ما بدي انا تابع الاس تي ار، ما بدي يعني بدي اطبع انا احط تابع جديد فيني عادي، فسميته التابع هو برنت اندرسكور بي وخليته بيعمل لي برنت لهي العباره، فعادي بيطبع لي اياها. فاول شيء طبعت انا، طبعت هذا المتغير بهذا، طبعت البي بوساطة هذا التابع، بعدين طبعت البي بوساطة هذا التابع، بعدين عملت عملية جمع طلعت لي 3 4، عفوا بعد جمع صارت 4 6، طبعتها، بعدين بي 2 تساوي بي زائد بي 1 طلعت لي نتيجة، بعدين كمان عملت عملية جمع عكسي كمان طلعت لي النتيجة نفسها، بعدين عملت عملية المقارنة انه البي اكبر من البي واحد، اطلع عليهم قال لي لا مو البي اكبر من البي واحد، حسب الطريقة اللي حكيناها نحن. طبعا نفس الشيء البي اصغر من البي 2 طلع معي ترو. شغلات كتير بسيطة بالتجريب كله بيطلع معنا. هذا كل شيء لدرس اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، بنلتقى الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.